ترجع فتفيء كل فئة غير غالبة وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فتفيء كل منهم غير غالبة وتفنى الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام نهد إليهم أي نهض إليهم بقية أهل الإسلام تدبر. قال فيجعل الله الدائرة عليهم أي على الروم فيقتتلون مقتلة عظيمة لم ير مثلها حتى إن الطائرة لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم إلا وقد خر ميتا. قال صلى الله عليه وسلم فتعاد أبناء الأب الواحد فلا يجدون قد بلغوا المئة فلا يجدون قد بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك إذ قد وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك فإذ بهم يأتيهم الصريخ أي من يصرخ فيهم ليخبرهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم أي في أولادهم. قال فيرفضون ما في أيديهم أي من الأموال والغنائم ويبعثون 10 فوارس طليعة أي ليعلموا الأمر وليطلعوا عليه. قال المصطفى والله إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وهكذا ينصر الله عبده المهدي والموحدين معه على كتائب الروم على الأمريكيين والأوروبيين رغم أن في العلمانيين والماديين الذين لا ينظرون ولا يؤمنون إلا بكل ما هو مادي محسوس. هذه الفئة المباركة هؤلاء الأولياء الأصفياء الأتقياء هم الذين يفتح الله لهم مدينة القسطنطينية بغير قتال بل وبغير سلاح كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر. فإذا جاءوها الثالثة قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها. قال الحافظ ابن كثير وبنو إسحاق في الحديث هم سلالة العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم وهم من الروم سيسلمون في آخر الزمان وسيجعل الله فتح القسطنطينية على يد طائفة منهم ممن وحدوا الله وآمنوا بالصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعركة الخامسة والحاسمة التي يقودها المهدي ستكون مع أنجس خلق الله وأشرهم من اليهود وتحدث الكرامات التي وعد بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعال خلف يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها الأفاضل يخرج اليهود مع الدجال الذي يفتحه الله على يد عيسى والمهدي يخرج اليهود لنصرة الدجال فيقاتل المسلمون اليهود ويجري الله عز وجل لهم هذه الكرامة التي أخبر بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويستأصل الله شأفتهم ويطهر الأرض من نجاستهم وقذارتهم. وبذلك أيها الأفاضل لا يبقى على وجه الأرض دين إلا دين محمد وهذا هو عنصرنا الثالث. وصدق الله ورسوله قال والله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأسأل الله جل وعلا أن يعجل بهذه الأيام المباركة الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.